بغض النظر عن مشكلات الموكلين، هناك مشكلات تواجه مهنة المحاماة. ننظم هذه الندوة لنعرض المشكلات التي يواجهها المحامين في عملهم، بالإضافة إلى أن الجهة الرقابية وهي وزارة العدل على مدى 39 سنة منذ صدور قانون المحاماة سنة 81 إلى اليوم لم تكلف نفسها أساساً عناء الرقابة، لم يكلف أحد نفسه طوال 39 عاماً أن يسأل محامي أين مكتبك، أين عنوانك، هل تتخذ مكتباً أو لا تتخذ مكتباً. أنا أتصور أن يعني أولاً الفتاة البحرينية جدا فتاة مثابرة، المهنة مو سهلة، يبي لها ناس أقوياء، يبي لها ناس يعني جد وعنده على قد المسؤولية. مبادرة جميلة ورائعة من جريدة الأيام، وهذه الوقفة التي تقفها معنا كجمعية محامين، أهمية أن يكون للجمعية المحامين صلاحيات قانونية من حيث القيد والترقية و تأديب والشط واستلام الرسوم من المحامين، وجعل العضوية مفتوحة لكل المحامين بحيث يكونون تحت بوتقة واحدة. يعني ظاهرة عندنا في المحامين اللي هو اسمه محامي الظل، اللي طبعا المبتدئين تي شركات مثلا أو مؤسسات بسيطة ما لها علاقة لا بالقانون ولا لها علاقة بالمهنة يأخذونهم، لان كانوا مبتدئين محتاجين انهم يكون لهم مثلا مصدر او مثلا يعني دخل مادي ثابت، ياخذون الاسم منها، وطبعا ذلين هم اللي يشتغلون وهم اللي يبون الشغل، ويكون الظاهر فقط اسم المحامي لا اكثر. اقترحنا تعديل بعض القوانين اللي تساعد المحامين في تطوير مهنتهم وتجعل المحاماه مهنه في المستقبل تجذب الجيل الجديد.